وعمر بتطلع رمية التماس. مصطفى محمد على الكورة. مصطفى محمد ومصطفى بره 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 بره. محمد وشريف. محمد وشريف وادي الكور الطولية اللي بيعملها محمد. مصطفى احمد لكن عمرو بيمسكها. العب غطاحته انت بتيه. وادي هجمه لكن عمرو على الكوره. عمرو على الكوره بياخد الكوره من محمد ناجح. اوبا دربكه 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 دربكه. خطا فادح لكن بيشيلوه على طول. لعبت بتروح تاني لعمرو عبد الحميد. نجم 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 مباشره. على الكره مصطفى محمود. محمد مصطفى بيسيبها اي حاجه لسه. سابها لعبد الرحمن. هيلعبها لمصطفى ولا هيعمل ايه؟ لعبها ليه عبد الرحمن. لوب اوبا على طول. مصطفى محمود بيشوط كوره جميله جدا. هو عمرو على الكوره. عمرو دخلوا في العمق ولسه وفيد عمرو في دربكه. في محمد وشريف وادي الكور الطوليه اللي بيعملها محمد. مصطفى احمد لكن عمرو بيمسكها. ودخلوا في العمق ولسه وفيد عمرو في دربكه. في واحدة.
المنيا بتحصد ثلاث نقاط، اسهل ثلاث نقاط. وادي بيطلعها عمرو، برافو يا عمرو. ولسه الكوره احمد منصور وبيلعبها لقدام، وادي الهجمات اوبا و فاول. خلي انا خلط الكره دي، هو ياخدها عمرو صالح جابر. وضربة ركنية وبدأت خلخلة في دفاعات طهطة. فاول. أحمد حسن بيلعب كرة طويلة، بياخدها عمرو وياخد فاول عمرو. عمرو السعيد البديل، حلوة حلوة الكرة، الاتصالات ممتازة يا ولد. يسدد جول، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا ولد. على التسديد، تسديدة ممتازة عبد الرحمن، طويلة يا ولد يا ولد يا ولد، لكن إنقاذ ممتاز، الإنقاذ ممتاز من حارس مرمى عمرو جابر. تاني اختبار وتاني إنقاذ بامتياز من عمرو جابر يا ولد يا عمرو. ولد عاجبني، اتقطعت راحت خطيرة جدا 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 جدا. يلا سيد 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 عرضية، يحيى يحيى يا ولد يا عمرو يا جابر، برافو على الإنقاذ عمرو جابر. عمرو جابر إنقاذ بتسديده جميله، محمود فاروق الغير مراقب، محمود محمود عرضيه، الله مش ممكن. يا سلام عليك يا يحيى. بدوران بتمرير في عمق الملعب، عرضيه يا ولد، اول تصويبه في هذا اللقاء، الله عليك يا عمرو. عمرو جابر حارس الترسان، السلام الكره عند بهاء، لسه بهاء يضرب ولكن سهله كره في عمرو جابر. وبش تعدى الكرة بالكعب، الله هلبت الكرة، هلوى الكرة، الله. ولكن عرضية سهلة فتح حارس مرمى عمرو جابر، واللي بدأ الكابتن رمضان يرمي عليه اثنين ثلاث لاعبين. توصل الكرة بالراس، اوه عدت عدت يا بهاء، توصل سهلة عند عمرو جابر. ما زل تعدى الكرة بالكعب، الله هلبت الكرة، هلوى الكرة، الله. ولكن عرضية سهلة فتح حارس مرمى عمرو جابر. مناورات داخل منطقة الجزاء، اتلعبت على طول ضياء، ضياء اتلعبت عرضية، ولكن عمرو يا عيني بالعكسية، الله عليك يا ابني. عمرو جابر يرتدي قفاز الإجادة، تاني كرة من ضياء سعيد اللي نزل، الكابتن توفيق شكله مصمم على الثلاث نقاط، ده اللي هنشوفه. رأسية ولكن برافو، يا عيني عليك يا عمرو يا جابر، إيكا مطلع مش ممكن على تنفيذ الضربة الحرة، خطيرة جدا اتلعبت عالية، جابر التقطها التقطها عمرو جابر حارس التأمين، بيبص في ساعته كابتن حسن السندبيسي حكم اللازين اجيب على تنفيذ الضربة الحرة، اتلعبت جميلة جدا ولكن ارتقاء من عمرو جابر ماسك كورته ايضا على بعد خطوه من الصعود الموسم الماضي. التسديده مش ممكن لكن يمسك، حلو التسديده وامتياز من سوري السوري، وتسديده ليه صلاح مره ثانيه، ابراهيم على التصويب يا ولد، حلوه صوب هدد ولكن بين ايدي الحارس عمرو جابر حارس التامين. حسن تصويبه من عبد العزيز قلشت راحت لكريم يا ولد، حلوه احمد سيد، الله يا عيني على الانقاذ، برافو يا ولد، بالعكسيه طلعها جابر، هيلحق هشام اماميه بينيه، ايكا خطا ولكن قلشت من على قدم ايكا، كادت تكلف ايكا الكثير. ركنيه اتلعبت على القائم الاول يا ولد، برافو برافو برافو، مطلع امر على طول، كونتر اتاك، هجوم مضاد ومعاكس الحنفي. معتز نجيب على تنفيذ الضربه الحره، اتلعبت جميلة جدا ولكن ارتقاء من عمرو جابر ماسك كورته.